واحد ياخد قراره بقى بناء على مفهوم. معطياته. طيب قبل ما نروح لمباراة الأهلي المقبلة سواء الأربعاء أو الجمعة، نتكلم على مباراة النهاردة. يعني أنا بحب أتكلم معاك دايما بوضوح، وبحب دايما إجابات حضرتك الواضحة. كان واضح عليك الهدوء النهاردة على غير المعتاد وقت المباريات. ما هو طبعا دي كان ليها كذا عامل. اول عامل ان المباراه النهارده بقت عامله زي مباراه الكؤوس، احنا لازم نكسب علشان نكمل. وانا شايف ان وضع فرقه نادي الزمالك مهما كانت ظروفها على الاقل لازم يكونوا في الاربعه الكبار. فالمباراه النهارده كانت حساسه جدا، واحنا خسرانين يا كابتن هاني زي ما المباراه اللي فاتت برضو بنهايه دراماتيكيه كده خسرنا بيها الجيم. وانا احتديت جدا بطريقه كمان، يعني انا نفسي بلوم نفسي عليها، لكن انا فعلا ما يعني مش عارف اقول لك ايه، مش عارف اقول ان انا كان عندي حق او ما كانش عندي حق، لكن ده على ياسر، على ياسر صح؟ يعني ايه على ياسر؟ على على مين ياسر؟ اللاعب احمد ياسر عبد الوهاب. والله كلهم يا كابتن هاني، انا مش عايز احدد حد ان هو اللي نال النقد، يعني لان انا عاده دايما حتى بقول للفرقه بعد ما بنخسر ان احنا كجهاز فني اللي بنشيل المسؤوليه، حتى لو كان حد فيكو يعني غلط اخطاء قاتله، لكن احنا عمرنا ما بنذكر الموضوع ده هو علشان الناحيه النفسيه بتاعت اللعيبه يعني. فالنهارده نرجع بقى لموضوع الهدوء. الحاجه الثانيه طبعا ان انا جالي لوم شديد جدا من اتحاد اللعبه، ودي اول مره تحصل ان اتحاد اللعبه بيحقق معايا علشان ان انا تجاوزت في 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 بعض الطريقه، في طريقه اللوم او حاجه زي كده. انا مش عارف يعني، دي برضو انا حاجه عايز، انا اول مره تحصل لي. ليه بقى يعني ليه مستغربها يا كابتن مرعي؟ الاول هو التحقيق كان امتى؟ اتعمل امتى التحقيق ده؟ النهارده على فكره لسه طازه. النهارده قبل المباراه؟ قبل المباراه. وقالوا ايه لحضرتك؟ لموا حضرتك ازاي؟ وليه استغربت اللوم؟ ان ردود افعالك وبتاعه، وكانت طبعا هي يعني في انت عارف الجو العام اللي احنا عايشين فيه بتاع الفيسبوك واللقطات، واللقطات دي تتشاير وتتبعت للجماهير، وان ما يصحش مدرب كبير زيك احمد امارة يقعد يعني يتعامل مع اللعيبه بالشكل ده. هو انا ما بخليش مسؤوليتي ان انا تجاوزت. تمام. بس هو العلامة الاستفهام اللي انا عايز اسالها برضه، هو معلش سوري يعني اتحاد اللعبه، طالما انا ما تجاوزتش على حكم، ما تجاوزتش على الفريق المنافس، حتى مراقب المباراه ما كتبش اي حاجه، المشكله ان انا كنت بحتد على لعيبه الفرقه. ما هي بدون قطع كلامك يعني، واسمح لي اتناقش معاك، هو الفكره في التجاوز، مش في التجاوز في حق مين قد ما هو التجاوز نفسه، هو ده مسؤوليه الاتحاد. بص يا كابتن هاني، يعني زي ما انا بقول لك كده، انا مش قادر ارد لان هو في جزء من جاي الحقيقه لك في لومت الكلام. نفسك. مظبوط، مفهوم. في جزء